السلام عليكم، كي دايرين؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير ان شاء الله. غبرت عليكم غبره ديال الصح. عارفه راسي طولت الغيبه عليكم. بزاف الناس كيسولوا عليا، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. بصراحه مني غبرت هاد الايامات، عرفت محبتي عندكم، عرفت القيمه ديالي عندكم، شكرا لكم بزاف بزاف، كنبغيكم بزاف 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 بزاف. مهم، قبل ما نبدا العنوان ديال لا فيديو كيف ما كتشوفوا، عرفتكم غتبغيو تعرفوني علاش غابره، علاش كنت غابره. ما نكذبش عليكم، الحمد لله هاد الايامات كاملين كندوزو بظروف صعيبه، ابغ انني انا مؤخرا كانت عندنا واحد الظروف عائليه اللي خلاتني انني ما نقدرش او ما يكونش عندي الخاطر ندير شي فيديو. اضطريت نسافر في واحد الوقيته ورجعت عاوتاني لكازا. من هذا المنبر كنتمنى الشفاء العاجل للجد ديالي، الله يخليه لينا ويطول لينا يا ربي في العمر ديالو. داكشي علاش كنت غابره عليكم. مني جيت راكم عارفين الظروف ديال هديامات كازا مع كورونا وارتفاع في الحالات هديامات بزاف، وانا رجعت للخدمه ما كنلقاش الوقت باش ندير صراحه فيديوهات، وحتى الخاطر هذاك لونجي باش نوض ونحط الكاميرا قدامي وندير لكم شي فيديو ما بقاش عندي، ما نكذبش على الله ما بقاش عندي. وليت كنحس براسي صافي كما كنقولوا كتافي طايحين عليا، ما بقاش عندي الخاطر وصافي، ما بقيت عارفه ما ندير. وحتى الصراحه ما كنكذبوش على الله، حتى الوقت والله ما بقى عندي، ما بقاش عندي نهائيا. كنحاول انني غير نجاوبكم على الناس اللي سولوا فيا، واخا نبقى نشكر فيكم حتى الصباح، شكرا لكم بزاف بزاف. مهم، انا ما بغيتش نطول الفيديو، بغيت غير نقول لكم فين غبرت، غير ظروف وصافي. انا كنتمنى ان شاء الله هذا الشيء ما يطواش، يا ربي يا سيدي ربي، كنطلب انه ترفع لنا هذا الوباء، لاننا عينا بصراحه، عينا 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 عينا، ما كاينش اللي معياش. الله يلطف بينا، الله يرفع علينا هذا الوباء. ما كاين اللي قهراني انا ديما تقد لك ماما، ما كنصبرش ليها بزاف، ولكن الحمد لله على كل حال. المهم باش ما نطولوش الفيديو يجي طويل، ندوزو نيشان اشنو بغا نقول لكم في الفيديو. ايوا يا البنات، وما نساوش حتى الدراري، حيت هادي وصفه ما عندوش نقول لكم وصفه، هو مكون واحد. غتمشيو للفارماسيان، الفارماسي غتاخدوها من الفارماسيان، ثمن رخيص بزاف، ديو 10 دراهم. غادي يحل لكم واحد المشكل، شوفوا انا الحاجه عارفيني الا ما جربتهاش انا على راسي وعطاتني النتيجه وكنشوف انها ما عندها حتى شي تاثير خور، وهذا لان كنشوف كيما كنشوف الايجابيات خصني نشوف حتى السلبيات، باش كاين اللي كيما غتوافقوش كاين اللي غتوافقو، فهمتي فهمتي. ما تديوش عليا. مهم، بلا ما نزيد نطول، كما قلت لكم هذا هذا المكون اللي هو عباره عن بوماط دي فلامون، هذا البنات والدراري اذا لقيتوه هو كيكون في فارماسيان ولكن قليل، اذا لقيتوه ما ترددوش انكم تاخذوه. الثمن ديالو 10 دراهم فاصله شي حاجه، 10 دراهم فاصله، انا نوريكم شوش بين هاي 10 دراهم فاصله 20 سنتيم. الثمن ديالو رخيص، ولكن راه اش نقول لكم، راه واحد انا عندي بحال كود كوغ معجزه. اولا بالنسبه للناس اللي هاد الايامات نتوما عارفين الصيف وكاين اللي خرجوا الشمس، اللي خدامين الله يسهل عليهم، ولا اللي سافروا، ولا هذا بحالي انا كتمشيت لوالزازات، واللي كيعرف مدينه والزازات انها فيها الشمس، وانا من النوع اللي كتشد فيه الشمس بالزربه. بصراحه مني جيت ولا كيبان لي وجهي هنا في كازا، شنو نقول لكم، نقول صافي ناري شو وجهي كيبان ولا سمر، واللي شافني كيقول لي فدوى شدات فيك الشمس. مهم، بالنسبه للناس اللي شدات فيهم الشمس يستعملوا هذه من الليل والصباح حتى الليل، ما هذه ما كتكونش في الشمس حتى الليل. الصباح كيما تفيق تغسل، ولا كيما تفيقي غسلي وجهك. ثاني حاجه للاستعمال للبنات او الدراري اللي عندهم البهاق او الكحوليه، اسمرار ديال العنق، اللي عندهم العنق ديالهم كحل على وجههم يتبعوا هادي. انا شوفوا ما نقولش لكم هي راه من اول استعمال غتبان لكم النتيجه،
من اول استعمال. غير هو حاولوا انكم تتبعوا الحاجه، ماشي ديروها يومين ولا 3 ايام وتقولوا صافي راه وافقتني صافي. لا، هاد البوماده غتبعيها حتى تساليها وغديريها يوميا من الليل والصباح تغسلي. الا كنتي عنقك تدوشي ولا مسحيه بشي فوطه. كذلك جميع المناطق البنات اللي كيكحالوا الدراري، عندك الاكوع هنايا تحت الباط بالفخذين، مهم البلايص اللي كيكحالوا كنصح بيه، كنصح انكم البنات تستعملوا هادي. والدراري ما نساوهمش، حيت انا واحد السيد من العائله ديالي حتى هو عنده داك المشكل ديال البهك في العنق بسبب البحر، واستعمل هاد الفلامون. انا ما نكذبش على الله، نصحتني بها واحد الاخت من العائله ديالي، من هاد المنبر كنشكرك زهيره، نصحتني بها وجربتها وقلتها حتى لهاد السيد من العائله، والحمد لله وافقتنا بجوج صراحه وافقتنا. انا بعدا رجعت لي اللون ديال الوجه ديالي في وقت وجيز الحمد لله. وكذلك انا كنستعملها كما قلت لكم حتى العنق ديالي، واخا انا بالعكس عنقي بيض من وجهي حيت كيبقى مضرك وداك الشيء، ولكن استعملتها غير باش اون ميم طون ما تبقاش فيا داك لي طاش كحلين ولا شي حاجه، كتصفي البشره، كتصفي الوجه وكتصفي العنق. استعملوها كما قلت لكم حتى لهنايا والاكوع ديال الجنين وبالفخذين. هذه اللي ما جربهاش وشكرني عليها يجي يكتب ليا في لي كومونتير، انا بغيتكم كاملين اللي جربها وما عطاتوش نتيجه يجي عيرني في الكومونتير يجي عيرني، حيت ما كذبوش عليكم انا شي حاجه اللي ما جربتهاش ما كنقولهاش لكم. ثاني حاجه هذه ديجا الناس عارفينها، انا هذه كنستعملها بالنسبه للبنات اللي غادي يخرجوا ليهم حبيبات رقيقين هاد اليامات في الصهد، كيخرجوا دوك حبيبات رقيقين في الوجه، حتى هذه كنديرها من الليل وكنحطها غير على الحبه، كنحطها غير على الحبه اللي خرجت ليا مثلا في جبهتي، انا كنخرج ليا هنا ولا هنا، ولا مثلا العرقت انا بزاف وغسلت وجهي بالماء بارد كيخرجوا ليا حبيبات رقيقين ديال العرق كما كنقولوا. هذه البنات حتى هي كتصفي الوجه، حتى هي عاونت لي ما نكذبوا على الله، ولكن راه ما كنتش كنستعملها مع هذه، هذه استعملتها ملي بديتها استعملتها بوحدها، راه قريبه تسالي، انا راه ديجا ساليت الاولى وهذه حتى هي قريبه تسالي، ولكن راه البنات راه نفعتني بزاف بزاف، والثمن ديالها انت راه بديت بقى فيها شويه من هنا لتحت. استعملتها ما نكذبش عليكم انا ما كما قلت لكم كنت سعيد عيانه ما قادرش ما عنديش الخاطر باش ندير فيديو، ولكن مني تفكرت ان هذه النتيجه اللي عطاتني وبثمن الصراحه رخيص متناول الجميع، 10 دراهم راه ماشي شي حاجه. نتهلاو في راسنا، انا داكشي اللي جيت درت لكم فيديو كنصحكم به. وكذلك هذه بالنسبه للحبيبات الرقاق اللي كنقول ديال العرق، هاد راه افيكاس البنات والدراري استعملوها غير هي غير من الليل، هذه حتى هي ما تخرجوش بها الشمس. وما نساوش ليكرون ديالنا بنهار، اي واحد راه يمشي للفارماسي يشوف على حساب البشره ديالو، البشره العاديه راه عندها لي زيكرون ديالها، مختلطه عندها لي زيكرون ديالها، الدهنيه عندها كذلك لي زيكرون ديالها، ومن هادشي كامل هو نتهلاو في راسنا وصافي. المهم بما نزيد نطول عليكم الفيديو ديالي هو هذا، هادشي اللي بغيت ننصحكم به، وكنشكر بزاف بزاف الناس اللي سولوا فيا وانا كنقولها مرات ومرات، لان الناس بصراحه فرحت، كنفرح مني كنشوف شي واحد ولا شي وحده كتسول عليا فين غبرتي خليتي بلاصتك ومن فين كنشوفوا الفيديوهات ديالك. المهم ما تنساوش البنات والدراري الا عجبكم الفيديو ديالي ديال اليوم لايك، وبالنسبه للناس الجداد مرحبا بكم في قناتي فدوى شانيل بيوتي، ضغطوا على زر الاشتراك او سابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وكنتمنى ما نغبرش عليكم مره اخرى. شكرا لكم بزاف.